الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حلم وفكره. حلقتنا النهارده عن مفاهيم ناس كتير بتغلط في تفسير معانيها او بتفسرها بشكل خاطئ، وبالتالي لو ما عرفناش نحط ايدنا على الخطا او المرض مش بنعرف نعالجه بالشكل المطلوب. معانا لمناقشه موضوعنا النهارده الدكتور علاء رجب، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك يا نهلا، انا مبسوط اني معاكي النهارده في برنامجكم حلم وفكره. انا اسعد. ناس كتير يا دكتور بتقع في فخ التعلق ظنا منهم ان هو حب، امتى اعرف ان ده حب وامتى اعرف انه تعلق وايه الفرق بينهم؟ بصي يا نهلا، هو طبعا المشاعر والاحاسيس احنا ما نقدرش نحكم فيها عامه، لكن نقدر نقول الحب ده في ثلاث حاجات اساسيه فيها، اللي هو في شغف، في التزام، في ألفة أو مودة أو محبة اللي احنا بنقولها. ده الحب الطبيعي اللي هو أي إنسان بيقترن بإنسان آخر، سواء كان صديقه ممكن يكون بيحبه، زميله في العمل بيحبه، ففي اللي هي المشاعر اللي هي المودة والحب بين الناس. لكن لو هي علاقة بقى عاطفية فبيزيد فيها إيه؟ حاجة اسمها شغف وحاجة اسمها التزام. شغف إن أنا إيه؟ شغوف بيه جدا، انا بقدر ان انا طول الوقت بفكر فيه، طول الوقت بحاول اسعده، شغوف الشغف. ولو الشغف ده اتكلمنا عنه ده عايز حلقات كتيره قوي. نيجي بقى للايه، للحاجه تانية، الالتزام. الحب التزام اللي انا بقول عليه، اللي دايما بنقول ايه، التقدير والاحترام اهم من الحب. الحب التزام بمعنى ان انا بحبك يبقى انا شريك ليك في سعادتك، مش ان انا بحبك ان انا اجيب لك الم او اسبب لك تعب او اسبب لك مشاكل، وده الخطا الكبير جدا. لكن التعلق، ودايما كلمة التعلق بنقترنها بالتعلق المرضي اللي هو ده بقى حب التملك، السيطرة. لما تيجي واحد تقول لي ده بيقول لي يا دكتور لا ما تخرجيش، لا البسي، لا اعملي، لا ما تتكلميش، ويا فرحانة الله ده بيغير عليا. لا يا ماما، عايز اقولك ده مش بيغير عليكي، ده الاول تبصي تشوفي هو بيتعامل معاكي كده ليه. هو ده نوع من انواع اللي هو ايه، عايز يتحكم فيكي، عايز يسيطر عليك، سواء كان راجل او ست. ما ممكن برضه ست، انت لابس ليه كده، انت رايح تقابل مين، انت بتعمل ايه، انت من الساعه كام لكام، عارفه انت المفتش كرومبو. والمتعلق يا دكتور بيبقاش سعيد طبعا في العلاقه. لا، المتعلق ده محتاج علاج كبير جدا، لان هو فقدانه لاشياء كتير قوي، منها ثقته بنفسه بتجعله عايز يتملك الشخص الاخر، عايز يسيطر عليه، عايز هو اللي يبقى معاه في كل حاجه، اشبه بعلاقه الادمان. فهماني؟ اللي هو عايز يعني يتعود على حاجه وعايز يتخلص منها. فاحنا دي ليها طبعا يعني ليها طرق علاج، وبنحاول ان احنا نشوف الفرد الشخصيه دي اتولدت ازاي، بيئتها، تربيتها، علشان في فرق كبير قوي ما بين الحب اللي احنا بنقول عليه حب، اللي هو المشاعر الجميله اللي بتتولد لدى سواء كان المراه او الرجل علشان خاطر اقامه علاقه سويه مش علاقه مرضيه. وذلك دايما اللي بيقولي مثلا يحكولي اصل انا بحب ويبقى تعبان ومتضايق. علاقات الحب الحقيقيه لا تجلب العناء ولكن تجلب السعاده لكلا الطرفين، وده لازم نفرق بينهم كويس قوي. انا دكتور اصل دي عايز تحكم فيا، سواء راجل يجي يقول لي دي عايز، دي بتعدي عليا الانفاس، ده شايفاني النهارده حاطط برفيوم، انت رايح فين، مش عارف لابس حلو فين. لا مش كده، انت ويتنج مع مين طول الوقت، انت قاعد على الموبايل مش عارف تعمل ايه. لا، في فرق بين العلاقه سماتها غير اللي بيحب حد بيحترمه، بيبقى شغوف بيه، بيعمل كل شيء يقدر يسعده، كل شيء يقدر ان هو يجذبه ليه، مش ان هو يحقق له المتطلبات الاساسيه وبس. لا، ده بيحاول كمان يشوف ايه اللي ممكن نقاط الاتفاق بينهم وبين بعض اللي يوصلوا ليها عشان العلاقه تبقى ايجابيه وعلاقه سعيده. طب هو الشخص المتعلق ده غير ناضج عاطفيا؟ يعني النضج ال ده هو مش غير ناضج يا نهلة، لو ما عندوش نضج اصلا عاطفيا. هو لو عنده نضج عاطفيا مش هيتعلق يعني. هو طب والشخص اللي النضج واكتمال الشخصيه، لازم الشخص اللي يكون ناضج لازم يكون ناضج عاطفيا، ولا ده ملوش علاقه بده؟ لا، ما هو النضج جسمانيا ولا النضج عاطفيا؟ النضج عاطفيا ان هو وصل لمشاعر يستطيع السيطره على ذاته، وصل لمشاعر يستطيع ان يمنح الامان. الشخص المتعلق لا يمنحك الامان، فهو قلق متوتر على العلاقه طول الوقت، هو عامل على العلاقه، عامل عليها يعني سبوت جامد جدا لدرجه تخنق اللي قدامه. حتى لو جينا ترجمناها للعلاقه براجل وست مثلا، فانت بتشتغلي، لا ما تشتغليش، مش عشان خاطر ان هي ترتاح. لا، انت قابلتي مين، كلمتي مين، عملتي ايه، احكي لي يومك، انت زرتي مين، انت مع مين من اصحابك. لا، ده كده دخلنا في ايه، في الرجل الخانق، الرجل المتحكم،
اللي هو متعلق لدرجه ان هو مش عايز يعني مش عايز يسمح بوجود اي علاقه ليها في الحياه بصفه عامه. واخد بالك من, من 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 تفسير ليا؟ لكن الحب حاجه تانية خالص. الحب من اهم الشيء اللي احنا دايما بنقول عليه حتى في العلاقه، لازم يبقى فيه احترام تقدير. ما زي ما يجي يقول لك اصل يا دكتور هو لا هو بيترفز عليا وبيتعصب عليا، هو ده بيحبني وما بيحبني، ده بيقول لي كلام مش كويس. لا ما ينفعش. لان اول يعني انا دايما اقول ايه، الاحترام يسبق الحب. اذا لم تستطيع ان تحترم اللي قدامك يبقى انت ما بتحبوش. اصل الحب عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما معرفت حاجات اساسيه، في الفه وموده ومحبه، في التزام. وكلمه التزام دي حط تحتيها كذا حاجه بقى، التزام بهذا الشخص، التزام بسعادته، التزام باحترامه، التزام بالحقوق اللي عليه. الكلام ده لو احنا قعدنا نتكلم فيه وندرس فيه هو ده. عشان لما تيجي بقى علاقه بين واحد وست، اصل للاسف احنا في عصر يا نهله كل واحد شاف واحده الله انا بحبك، ده اللي بيعمل لايك الواحده دلوقتي ولا بتعمله لايك الله دي علاقه عاطفيه وقلب. يا سيدي لا، انتوا بتقيسوا اللايكات والعلاقات والكومنتات بالحب. ده كان زمان الدنيا كلها العالم الافتراضي كله بيحبوا بعض. الناس متعطشه للحب، فاي معامله لطف احيانا الناس بتعتبرها ان ده حب. يعني ما حد يقول لحد الله انت كلامك جميل على فكره يا جماعه، او عملت لك لايك على الصوره، انا عجباني الصوره مش انت اللي عاجبني، مش انت كشخص اللي عاجبني، انا عجباني الصوره. هناك بعض المفاهيم المختلطه لدى ناس كتيره قوي سواء رجاله او ستات لنقص المشاعر، لنقص للحرمان العاطفي، فبيعتبروا انه الله ان هو في علاقه حب. مع ان الطبيعي الانسان يبقى ذوق مع اللي قدامه، والطبيعي انه يتكلم معاه كويس، مش مفروض. انت بتقولي الطبيعي. اه ده الطبيعي. ما الطبيعي الانسان يكون كده، لكن الطبيعي اللي مش طبيعي ان لما تيجي تعملي لحد لايك يدخلك على الانبوكس بقى انت معجبه في كلامي الله. النصب العاطفي اللي بيحصل عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك هو احتياج. احتياج على فكرة لما نيجي احنا كعلماء نفس نشوف ان احتياج المرأة واحتياج الرجل للمشاعر اصبحت هناك انواع اخرى من المشاعر اللي هو التسول المشاعر، اللي هو بيتسول المشاعر. تخيلي بقى زي اللي هو ايه يعني، كلمة حب، كلمة شكر، كلمة تقدير، تعطش. لكن لو هي في علاقة او هو في علاقة قوامها الاساس الحب الحقيقي والشغف والالتزام والألفة والمودة والحبة، مش هتدور على حب خارجي او هو مش هيدور على حب خارجي. فانا بحذر عن طريق برنامجك من متسولي المشاعر والحب اللي هو الحب المزيف، ومش اي حد في علاقه يقول لك ده حب. انا بتضايق قوي من كلمتين زي بالظبط كده ايه، من فتره يجي يعملوا ايه عيد الحب، الله ده عيد يا جماعه انتوا الاول اتعلموا تعاملوا مع بعض زي ما حضرتك قلتي كلمة الجميل، طبيعي الانسان يبقى ذوق، اتعلموا زي الاول تحترموا بعض قبل ما تحتفلوا بحب. والحب ملوش يوم على فكره، يعني دايما يعني الحب دي مشاعر واحاسيس الانسان. انا اجزم ان ما حدش يقدر يعيش من غير حب، ولكن الحب الحقيقي اللي انا شايفه في الايام دي هو حب الله عز وجل، ده حب الحقيقي اللي ما فيهوش، وحبنا لرسول الله عليه الصلاه والسلام، وبعد كده حبك لبابا وحبك لماما، الحب داخل الاسره. اذا لم يوجد الحب داخل الاسره لا تبحث عنه خارج، فالخارج مزيف الى حد كبير ووقتي الى حد كبير. وانا بحذر ناس كتيره جدا من الوقوع في فخ الحب المزيف. طب يا دكتور احنا كنا عايزين ناخد فكره عن الشخصيه النرجسيه والنرجس النرجسي الخفي، وازاي طريقه التعامل معاهم. اه انت حلوه سميتيها نرجس الخفي اللي هو المزيف برضه، اللي هو ايه اللي واخد قناع مش باين عليه. ما هو يعني الشخصيه النرجسيه طبعا شخصيه كل البشر عارفاها، شخصيه انانيه متسلطه. وللاسف الشديد انا بيجي لنا احيانا ناس تقول لنا يا دكتور طب انا حظي اتجوزت واحد متسلط، حظي اتجوزت واحد اناني. وعلى فكره عشان ما اقولوش بس ان انا جاي مع الستات بس، لا وفي رجاله يا عيني بيتجوزوا واحده نرجسيه، اهم حاجه نفسها وذاتها وملهاش دعوه باي حاجه. أكيد. يعني برضو خلي بالكم يا جماعه احنا لما بنتكلم في علاقه زوجيه او علاقه او اي مشاكل نفسيه، هو برضو بطلها راجل وبطلها ست. يعني العلاقه يعني ممكن يبقى راجل نرجسي وبرضو ست نرجسيه، مش معناها ان الرجاله بس النرجسيه. شخصيه نرجسيه بصفه عامه يا نهلة اهم ما يميزها اللي هو احساس الايجو عنده عالي قوي، حاسس بذاته، عارف انه انا مفيش زيي. طب وده الصح يا دكتور ان احنا نتعامل معاه ازاي؟ ما انا هقول لك الاول سماته بعد كده هقول لك نتعامل معاه ازاي، عشان لما نشوف الناس
اللي شكلها نرجسي دي. شكلها نرجسي ازاي؟ اولا انت تلاقيه ما بيقتنعش بكلام اي حد، ثانيا تحسي ان هو دايما باصص لفوق في التعامل، بيتعامل مع فئه معينه، حاسس انه، ثالثا حاسس ان هو الملهم، ازاي انتوا مش واخدين بالكم مني، ده انا افكاري الحقيقيه انتوا افكاركم اي كلام. بيحس ان هو ايه، اعلى من كل البشر، عالي قوي وحاسس بذاته قوي في التعامل. اناني جدا، شايف مصلحته هي الاساس وهو الاول. فطبعا دي سمات بتخلي اي حد يعني طبيعي ما بيحبش يتعامل مع الشخصيه دي. لكن شاء القدر ان حضرتك، مش حضرتك، حد من السادة المشاهدين سواء راجل او ست ارتبطوا بشخصية نرجسية، يعملوا ايه؟ اولا انا بقول له اول حاجة الصبر، لازم تكون صبور. الصبر مهم جدا في العلاقات الانسانية، والصبر مهم جدا في الابتلاءات السلوكية. طب هو يا دكتور ملهاش علاج النرجسية؟ لا، اول حاجة الصبر، تاني حاجة دبلوماسية، كن دبلوماسي. يعني انت انت ده وجهة نظرك صح، هي تقول له بقى يا حبيبي لا وجهة نظرك صح، بس ممكن الناس تتصرف كده لان هما ما عرفوش. لابد ان انت لما تيجي تكلمي مع حد نرجسي حسسيه برضو ان انت فاهماه، مش تقولي له لا وانا ضده وانا واللي انت بتقوله ده والكلام ده وانت طالع فيها وانت مغرور. لا، ما هو مش حاسس انه مغرور، ما ياريت هو حاسس انه مغرور، هو حاسس ان هو مفيش زي ناس من قصي كده، او هي حاسه ان مفيش زيها في الدنيا، فاللي هو ده اعظم حاجه وده احسن حاجه. لا، في الحاله دي لازم تكوني عندك دبلوماسيه الحوار، وعندك الصبر، وعندك البدائل المتعدده في الحوار، عندك بدائل متعدده في الحوار. كمان استخدمي بعض الكلمات اللي هي بتحسسه بذاته، لان هو بيحب ده، وانه فكرته عميقه، وانه هو هايل، وانه مفيش يعني جدال في كده، ولكن هناك بعض الاراء بتقول كذا وكذا وكذا. في الحاله دي هتقدري توصلي لشخصيه نرجسيه، تقللي شويه. اصل انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا نهله، مفيش راجل بيغير ست ولا ست بتغير راجل، ودي ممكن تكون معلومه صادمه للمشاهدين، ولكن هناك رجل يتغير من اجل ذاته عشان يناسب تلك المراه، وامراه تتغير من ذاتها عشان تناسب هذا. لازم يبقى جاي التغيير من الداخل. برافو عليكي، احسنتي. لكن انه حد يغير حد، نو، كل الدراسات اثبتت لا، يعني مفيش كلام ده. انت عايز تتغير، تغير نفسك من جواك انت. ولكن عايز اقول حته برضو ترتبط بالمقوله دي او بالقاعده دي، انه اللي يناسب نهله ممكن ما يناسبش مروه، ما يناسبش مها، ما يناسبش، يعني كلنا لنا بصمه نفسيه مختلفه كرجال وستات، كل واحد ليه بصمه نفسيه. معناها ان انت مش متفق مع الاخر مش معناه ان الاخر وحش، لا، معناه ان الاخر ممكن يتفق مع حد تاني بس انت مش قادر توصل له، مش عشان انت وحش، لا، عشان انت البصمه النفسيه بتاعتك مختلفه عن البصمه النفسيه بتاعته، مشاعره، احاسيسه، تربيته، طريقه احساسه بذاته، طريقه احساسه بالاخرين، احاسيسه. الاحساس ده حاجه كبيره جدا للاسف. احنا بنغلط، احنا يمكن بنشوف البشر كلنا ده نفس العينين ونفس القلب ونفس الرجلين ونفس الشكل. قد نتفق في السمات الشكليه، ولكن نختلف في دقات قلوبنا، نختلف في نظراتنا. انت بتشوفي بعينيكي وانا عندي عين، لكن انت بتشوفي اللوحه دي بشكل معين او الشخص ده، والتاني بيشوفها بشكل تاني، وده الاختلاف اللي انا اقصده. فالخصائص النفسيه لكل انسان مختلفه تماما. لكن احيانا الناس بتتجوز نرجسي يتجوز واحده مش نرجسيه او العكس، ولذلك لازم ان هم يمشوا في الاطار اللي انا بقول لك عليه. وده اكيد بيجيب نتيجه ولا مش شرط؟ لا، ما احنا بقول في فرق بين العيشه والتعايش. يعني تتعايشي مع الشخصيه دي. ما احنا برضو عايزين نتفق على حاجه يا استاذه نهله، انه ما فيش حد كامل، وما فيش حد ناقص كل النواقص، وما فيش حد كامل كل شيء. فلابد ان احنا نلتقي عند نقاط اختلاف ونقاط اتفاق. ولذلك دايما اقول ايه، انت كراجل او ست هات كل مواصفاتك، مواصفات شريك حياتك، وشوف انت المواصفات دي لو هو عنده 10 حاجات حلوه وعنده 6 حاجات وحشه، 5 حاجات، تقدر تعيش معه ومتعايش. ما تقدرش ما تجيليش بعد 20 سنه تقول انا تعبت يا دكتور. ما الاخطاء اللي بنشوفها انه يقعدوا الراجل والست مع بعض 20 سنه، واسمع بسبب العيال، اصل عائلتنا ما بتحبش الانفصال، اصل العيال مش عارف ايه. هناك بعض العلاجات في المشاكل الاسريه تستلزم الجراحه، وهناك بعض العلاجات تستلزم الصبر، وهناك بعض العلاجات تستلزم تغيير وتعديل السلوكيات، بس بتاخد وقت. اوكي، ولازم نعرف انه اكتر حاجه انت
بتتعب فيها تعديل السلوك. طب يا دكتور، مش الصبر على العيوب ده ممكن يؤدي لمرض نفسي؟ ما هو صبر على عيوبك برضو، ما انا بتكلم على ايه، ما هي في عيوب محتمله وفي عيوب مش محتمله. انا بقول لك احنا مش مختلفين، انا بقول لك الحته اللي نقدر احنا اللي نقدر ان احنا نستوعبها دي نقدر نستوعبها، لان لو احنا ما استوعبناش البيوت كلها، انا معظم الناس كله ماشي. عارفه يا استاذه نهله، لو كل واحد كل راجل وكل ست في دماغهم ان هم عايزين يبسطوا نفسهم ويسعدوا نفسهم بجد ويقعدوا مع بعض، اكتر اكتر شيء بيوصلنا اللي انت بتقولي ده التراكم بين الازواج. عارفه التراكم، كل شويه كل شويه كل شويه خلاص مش قادره. مفيش حد بيقول للتاني ايه اللي مضايقه اول باول. برافو عليكي، مفيش حد بيقول للتاني اول باول، يعني يقعدوا مع بعض، على فكره في كذا، على فكره انت عملت كذا، على فكره انت عملتي كذا، على فكره انت كنت جميل قوي في كذا، على فكره هي هو بقى يقول لها انت ست الكل في كذا. المراه، وانا بغشش الرجاله دلوقتي، المراه ان انت توصل لها بكلمه في ودنها، الراجل عشان توصلي له اعملي له اكله حلوه، ده حقيقي. الراجل مادي، المراه حساسيه. الفرق بين سيكولوجيه الفكر عند الرجل وعند الست، عند الرجل وعند الست مختلفه تماما. الراجل الكلمه بتاثر على المراه بشكل رهيب جدا، الكلمه ليها مفعول السحر. قول لها بحبك، قول لها لو انا جاي من زمان عشان اختار تاني كنت اخترتك انت، قول لها ان انت سبب سعادتي. الكلمات لدى المراه لها مفعول السحر، ولكن مع الفعل، ما انت ما تقولهاش كده وما بتفعلش كده. ما هو ممكن يا دكتور يكون في واحد فعلا ما بيقولش كده، وبرضه الزوجه مضطره انها تستحمل لاي ظروف، عندها ظروف ماديه ولا اي حاجه. لغايه امتى يعني؟ هي لو بقت حلوه ظروفها الماديه هتسيبه وتمشي؟ ما دي مشكله برضه في حد ذاتها. ما هو انت لو قاعده مع الراجل اللي انت قاعده معاه عشان خاطر الفلوس، يبقى انت حياتك كلها مهدده وحياتك كلها تعيسه. لكن حاولي تشوفي فيه حاجات الجميله، تقعدي معاه، تتكلمي معاه. خلي بالك المراه هي اللي بتصنع الرجل. يعني انا دايما اقول كده، ليه دايما احنا بنحمل المراه؟ المراه هي اللي مسؤوله. ليه؟ ليه المراه هي اللي مسؤوله عن الطلاق او اكتمال الحياه؟ ليه المراه يا دكتور بتحملوها مسؤوليات كتيره قوي؟ لان زي ما بنحمل المراه مسؤوليات كتير قوي، هي المراه هي الام، هي الاخت، هي الحبيبه، هي الابنه، هي اهم حاجه في الكون. الرجال من غير نساء ما لا يستحقون لقب رجل اصلا، لان اصلا مين اللي بتصنع الرجل؟ المراه. هو مين صناعه اي رجل في الدنيا؟ مش الست. مش الست هي اللي بتخلف وهي اللي بتطبطب وهي اللي بتحط له بتغير له البامبرز وهو كل حاجه؟ ما هي الست اللي بتصنع الرجل. اصنعي انت رجاله حلوه بقى. ولذلك دايما بقول للامهات ايه، خلي بالك لما تجيش تشتكي بقى من ان الراجل ما بيتحملش مسؤوليه، الراجل انت احيانا بتصنعي راجل ما بيتحملش مسؤوليه. ولذلك قضيه التربيه دي من اخطر القضايا الاساسيه في الحياه الزوجيه. انت ربيتي ازاي؟ مش حضرتك بتربي اولاد رجاله؟ مش هم دول اللي بيطلعوا يا اما يستتوا اولاد الناس يا اما يطلعوا عينيهم؟ طب هو يا دكتور جاي لها كده، هي تعمل ايه؟ جاي لها منين بقى؟ هي اتجوزته مثلا كده، هتعمل ايه طيب؟ مش في حلقه كده معموله انت في برنامجك ولا بتعمليها كتير تقولي ازاي نختار الزوج او ازاي نختار الزوجه؟ اسس الاختيار، مين اللي بيختار يا استاذه نهله؟ الرجل ولا الست؟ مين بيختار عروسته او عريسه؟ مين بيختار؟ في الاول بيبدا الراجل. مين الراجل بيختار؟ لا. عندنا احنا كده قانون كده مهم جدا، من يملك الاختيار هو من يملك القرار. الراجل بيروح بس هي توافق، يبقى مين اللي بيختار في الحقيقه؟ مين؟ بس في حاجات ما بتظهرش في الاول. ماشي، في الحقيقه ما ليه بقى قصر نظر؟ ليه وانت ليه بقى عندك قصر نظر؟ وانت ليه ما تختبريش الراجل مره واثنين وثلاثه؟ مش يفضل وراكي في ايام الخطوبه انا بحبك وعيانه اجيب لها صيدليه ويجري على البيت ويا حبيبي ويقعد على التليفون متنحنح، وبعد كده بعد ما يتجوزوا اصل الرصيد خلص. اشمعنى الرصيد بيخلص بعد ما بتتجوزوا؟ ما خلصش ليه قبل الجواز؟ اللي خبره منها مثلا. طب ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنطلع نقول برامج ليه، ونقول للناس تاهيل الزواج ايه، ونقول تعملوا ايه، ما احنا بنحكي. امال احنا فايده البرامج ايه؟ مش بنعلم الناس؟ مش بنقول لهم خلي بالكم من 1 2 3 4؟ طب احنا بنقول انت بتيجي تلاقي الموضوع فيه نصب عاطفي في الاول، الراجل بيفضل ورا الست انا بحبك انا انا، اول ما بتقول له بحبك بيبدا التراجع، بيهدى شويه. هو طب يا ريت حضرتك يا دكتور تدينا سريعا كده نصايح بقى في حاجه زي كده، ازاي الناس تعرف تختار شريك حياتها من غير ما بصي انا عايز اقول لك على حاجه، نصيحتي في الاختيار مهمه جدا. اول حاجه، ثلاث حاجات اساسيه لازم لما تيجي تختاري راجل عنده دين، عشان ده مهم جدا. تاني حاجه، راجل عنده اخلاق، لان ممكن اخلاق بجد يعني بيفهم يعني ايه ست في بيته. ولازم تختاري حد من نفس الطبقه بتاعتك،
ودي حط تحتها ثلاث خطوات، يعني ثلاث خطوط. انا ما بقولش لازم طبقه عاليه وطبقه مش عاليه، لا، انا نفس الطبقه الاجتماعيه والثقافيه، لان ناس كتير قوي معاهم فلوس لكن ما بيكونوش نفس الطبقه بتاعتك. الطبقه مش اقصد الماديه، طبقه التفكير والطبقه الاجتماعيه، لان في ناس معاهم فلوس بس ما عندهمش حاجات كتير، وفي ناس عندهم حاجات كتير بس ما عندهمش فلوس. فنخلي بالنا دول ثلاث حاجات. بعد كده بقى تشوفي الراجل ده في المواقف المختلفة، أهم حاجة بخيل ولا مش بخيل، متحكم خانق ولا مش متحكم خانق. ابعدي عن البخيل، ابعدي عن المتحكم الخانق، ابعدي عن الطفل المدلل ابن أمه، دي حاجات ابعدي عن فالنتينو اللي فاكر نفسه يما هنا يما هناك أجمل واحد في الكون. دول حاجات أساسية لازم تبعدي عنهم يعني. وبعد كده بقى نعمل حلقه عن المواصفات بتاعه تختاري ازاي يعني. باذن الله يا دكتور، حضرتك نورتني وشرفتني النهارده، سعيده جدا بوجودك معايا. للاسف فقرتنا انتهت. شكرا. اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع زميلتي العزيزه ايمان.